يعني النهارده في حفله تأبين الكابتن عزم مجاهد، يعني نسال الله له الرحمه والمغفره. كابتن عزم مجاهد قيمه وقامه رياضيه كبيره جدا، يعني حتى لو كان واحد من ابناء نادي الزمالك لكنه واحد يهم كل الرياضيين في مصر الحقيقه. يعني راجل كان ليه بصمه كبيره جدا، كان ليه حضور كبير جدا في كل المجالات في كل المواقع. كابتن عزم مجاهد واحد من نجوم كره الطايره في مصر وفي العالم، ومدير فني لكره الطايره ومدرب كره الطايره ومتخصص كبير جدا في كره الطايره، واحد من ابرز لاعبي كره الطايره في مصر والمنطقه العربيه والافريقيه كلها. والاول مره كنا نشوف ان حد في متخصص في الطايره وينتقل للعمل في اتحاد كره القدم، يعني فطبعا دي ما حدش عارف يعملها غير عزم مجاهد. يعني الحقيقه يعني لما مسك اداره الاعلام في اتحاد الكوره وقدر يعمل طفره كبيره جدا في اداره الاعلام بعلاقاته مع الصحفيين والاذاعات والتلفزيون وكل القنوات الاعلاميه. كابتن عزم مجاهد يعني راجل تشعر فيه بالجدعنه، بالاصل، بالاحترام، بابن البلد، بالنكته الخفيفه الجميله، بروحه الجميله، يعني شخصيه رياضيه جميله جدا فقدناها الحقيقه. خسرناه في الطايره في اتحاد الكوره، خسرناه في مجال الاعلام، كان بيعمل برامج اعلاميه ومشي في طريق الاعلام وقدر يقدم لنا حاجات كتيره جيده. راجل وطني اصيل مخلص، يعني الحقيقه يعني كان رحيله مفاجئ بالنسبه لنا كلنا، وكان صدمه الكابتن عزم مجاهد ان فجاه كان بيقدم البرنامج ومرض واسبوع وخلاص، يعني كما يحدث هو الان الرحيل المفاجئ لبعض الشخصيات الرياضيه المهمه. كابتن عزم مجاهد يعني نسال الله له الرحمه والمغفره، ويا رب يبارك في ابنه طبعا اللي احنا نعرفه كلنا في الوسط الرياضي امير عزم مجاهد اللي بيشتغل في التدريب حاليا، عليه رحمه الله يا رب. طبعا يمكن فقدت الرياضه المصريه واحد من اساطير الرياضه الكابتن عزم مجاهد. يمكن يعني احنا انا كصحفي مصدر رئيس اتحاد الكوره وتعاملنا مع الكابتن عزمي فترات طويله جدا، كان هو يعتبر ابو الرجوله، ابو الجدعنه، كان خدوم جدا، محبوب من الناس كلها. طبعا يمكن النهارده اتحاد الكوره يمكن ظروف كورونا، يعني انه توفى بسبب كورونا يمكن ده منع يمكن ان يكون في مبادره على طول ان تعمل حفله التأبين ده، وتاخر لعده اسابيع بسبب يعني اصابه اسرته. ولكن موقف كويس جدا من اتحاد الكوره ان يكرم الكابتن عزم مجاهد بحفله التأبين ده. طبعا بنبلغ تعازينا للكابتن عزم مجاهد لاسرته ولكل محبيه. يمكن كان محبوب سواء من النادي الاهلي من نادي الزمالك، ما كانش حد يختلف عليه خالص، وده دليل على ذلك ان قناه الاهلي تحضر حد نجم من نادي الزمالك، دليل على حبه وعشقه للناس كلها، والناس كلها كانت بتحبه. ربنا يرحمه وتغمده برحمته، وبلغ تعازينا للكابتن امير واسرته كلها، ان يلهمهم الصبر والسلوان ان شاء الله. والله بقول الف رحمه ونور على الكابتن عزم مجاهد، ربنا يرحمه يا رب ويسكنه فسيع جناته. كابتن عزمي طبعا كان رمز من رموز الرياضه، كان لعيب كره طايره او دولي وكان ليه دور كبير، ولكن هو على مستوى المبنى دون الجبليه في اتحاد الكره كان ليه دور كبير. يمكن انا عاصرته في الفترات اللي فاتت قبل ما بطل، الفترات اللي فاتت كلها كان موجود هنا الحقيقه. كان روح حلوه جدا، كان دايما متواجد مع الحكام، كان دايما قريب من الحكام. يعني لو الحكام في اي موضوع للحكام خاص ممكن يكون بعيد عن تخصصه، لكن كان دايما قريب، بيحب يحل مشاكل الحكام، بيتقابل معاهم. حتى لما انا كنت اجي هنا وعدي يقول لي انت ما جيتش قعدت معايا ليه؟ ما جيتش انت ما عدتش عليا لما يشوفني نازل مروح بالصدفه ولا حاجه، ما كنتش عديت عليه، يكون عندنا شغل وماشيين ولا حاجه، يقول لي ما جيتش ليه؟ فكان دايما قريب مننا، وكان دايما بيحب يخلص اي حاجه للحكام. فانا بقول الف رحمه ونور عليه، وربنا يصبر اهله ورب. باذن الله كابتن امير باذن الله يكمل المسيره بتاعت الكابتن عزمي، وبقول له ربنا يعوضكم فيه خير باذن الله. كابتن عزمي مجاهد كان اسطوره في الرياضه المصريه، غير طبعا ان هو اسطوره في الرياضه المصريه، كان حد من ضمن الرياضيين اللي كانوا يعني ما بيزعلش حد، شخصيه خدومه، شخصيه محترمه، شخصيه فيها كل الصفات الكويسه. وقبل كل ده لازم طبعا نشكر مجلس اداره اتحاد الكوره او اللجنه الخماسيه برئاسه الاستاذ عمرو الجنايني، ان هم اصروا ان هم يعملوا تأبين للراحل الكابتن عزمي مجاهد، واصروا ان هم يجمعوا كل حبايبه وكل الناس اللي كانوا على علاقه بيه، ويعملوا زي ما احنا شفنا كده حفل التأبين اللي كان على راس الحضور سياده الوزير الدكتور اشرف صبحي. يعني الكابتن عزمي مجاهد بصراحه يستاهل كل خير، يستاهل اكتر من كده. حد محترم، حد مش هتسمع عنه غير كل كلمه خير، مش هتسمع عنه، مش هتلاقي اي حد ما بيقولش عنه كلمه كويسه.